هنبدأ من الحدث الأبرز لينا كلنا كمصريين، وهو فوز النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه. النادي الأهلي حقق البرونزية بعد لقاء مهم جدا وقوي جدا أمام أوراوا الياباني، فوز بعرض قوي جدا. الأهلي فاز 4-2 وأهدر كمان كذا كورة وأهدر ركلة جزاء، ولكن النادي الأهلي عمل إنجاز كبير جدا جدا، إنجاز يدعو للفخر بكل المصريين وكل الشعب الأفريقي كمان. ده هو الأهلي بيمثل قارة أفريقيا وبيمثل مصر، إنجاز مش عادي، ودايما النادي الأهلي ليه إنجازات كبيرة جدا. بعد الإنجاز الكبير ده انهالت بقى التهنئات للنادي الأهلي، تهنئة من عدد كبير جدا من المسؤولين، أبرزهم طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي قدم فيه تهنئة إلى النادي الأهلي لبعثة النادي الأهلي على الفوز الذي حققه أمس ضد الفريق الياباني. 4 أهداف كبيرة جدا في لقاء كان قوي، أثبت فيه النادي الأهلي قوته وإمكانياته القوية جدا، وأثبت كمان إمكانيات الكرة المصرية وتفوقها خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا، طبعا متمثلة في النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أوضح وزير الشباب والرياضة عن الإنجازات المتتالية لكرة القدم المصرية والرياضة المصرية بشكل عام، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية مختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة. تهنئة على إنجاز النادي الأهلي ما كانش فقط من مسؤولين كبار مصريين، ده كمان كان من أندية كبيرة جدا عالمية. عندك نادي مانشستر سيتي طبعا بعت إهداء للنادي الأهلي وتهنئة خاصة، أستون فيلا أيضا بعت تهنئة خاصة للنادي الأهلي. حدث كبير جدا يستحق النادي الأهلي عليه التهنئة من كل الأندية الكبرى.